بالنسبة للموضوع اللي حبيت نهضر فيه اليوم اللي راه داير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، ردة الفعل الغير متوقعة من والي ولاية وهران بعد ما صرحت الأستاذة أن الطاولات، أو بعد ما قالت باللي الطاولات راهي من وقت الاستعمار. هذا هو الفيديو راح تشوفوا فيه الحوار اللي دار بيناتهم. باش ديبيرجا ونقى المراحل وعمرنا السيتان. رانا كي نحضروا يقولوا لنا معنا ما نديرو لكم كاش بوتي. الوغ احنا اساتذه بارح خرجنا 11 تعليم استاذ سيق سيقنا ونقينا ونقلنا المدى الاقسام نقيناهم هذا الاختيار من نقوا احنا الاساتذه باش ندخلوا التلاميذ بلادنا في النقا. هذه مشكله كبيره رانا غاينين منها استاذ. كل عام هذه مشاكل الطاولات وقت الاستعمار. طاولات وقت الاستعمار لا لونتروتيان. شوف الاساتذه مغلفين ومساكين. نعم وقت الاستعمار راهم مغلفين الاساتذه مسوقينهم لي باكي مسوقين شوف طاولة هي عاد راهي أحسن طاولة أحسن طاولة طلعت فوق كاملة هادو مو وقت استعمار. لا 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 مش لعب جزائري. لا لا مش لعب استعمار. لا لا مش أنا اللي درت في 30 عام وقت. لا لا ماشي على الأقل. لا لا ماشي كارثة. قولي قدام قولي حالة مش مليحة ماشي أنت وقت استعمار راهي في حالة كارثية. أستاذة نعم لازم تفرقي بين واش تقولي. هنا لي بارون ديلير راهو فيهم. قولي راهي ديما داكور حابين نبدلوها حابين كيفونجي لونتخوتي ما عندناش صاحبي تقول بيبان بلا قفالي وقت الاستعمال. لا لا بيبان بلا قفالي. فيما يخص الطاولات هذه بعض الصور من المدارس كي كانت فرنسا مستعمرة الجزائر توضح بأنه حقيقة هذه الطاولات راهي طاولات من وقت الاستعمار. وأيضا حابة نأكد باللي بالنسبة لهذه الكلمة راهي كناية نستعملوها ديما أي لفظ نقوله راهي من وقت الاستعمار وتبلي هذا راهو أمر عادي. وأضافت الأستاذة بأنه بعد ما هضرت معاهم كي كانت تهضر معاه البروتوكول تاع الوالي وش قالها قالها تيزي فو تيزي فو. تصلح الهضرة هذه في حق أستاذة اللي راهي تنظف اللي قاعد حتى 11 تاع الليل هي اللي راهي تنظف؟ وهذا حال بعض المدارس الجزائرية. ما نشرح نكذبوا على بعضنا كامل على بالنا وش كاين في المدارس تاعنا. يعني هو نسى شي كامل اللي هدراته وابقى مركز لها غير في كم تراهي من وقت الاستعمار. من هذا المنبر نطالب رد اعتبار الأستاذة وكامل الأساتذة لأن بهم هما وصلنا اللي رانا فيه اليوم. وش راح نقول لكم ثاني؟ هنا يتقدموا بعض الشباب وأهل ولاية وهران بتكريم الأستاذة ردا لاعتبارها وتكريما لها. شكرا للمشاهدة.